كنت قاعد عند الخشاب وكان جاي ورايا ضربني هنا وتوجيدين طحت لهم هكا قعدت نحاول فيه هيا كتبني براولي ملك العين والجديد هيا أنا بوت مهمة وشورت قصري على سيط خسالي في عيني ياو هذا بركنا عثمان بويا داز ويله راح يسرح في بلاصه اسمها قرعه شرماط في بلاصه اسمها قرعه شرماط راح يسرح على امر ربي رانا قاعدين كي من هكاك حتى جابوه هنا طايب من وجهه قاع جاو وحدين يطبطبوا قاعدين يطبطبوا قعدنا كي حليت تقالوا لنا جروبكم جروبكم راهم صوتينه تصنا وحدين رافدينه كي قعدنا سقسوا فيه قالنا فلان يضربني قالنا خبطني للراس كي طحت قالنا كي شايحت فيك من هكا وعرفته قال قلت له علاه علاك تضرب فيا قال لي اليوم نكتلك قال ركب فوقي هنا على شان صدره وفرغ له الاسيد في عينيه فما جا ما جا يوصل للدار جا وعينيه بيوضه فمه طايب كلش هذا غير بالطباعة شويه لك فوتنا عند تاع الجلد فوتنا غير تاع العين رانا في ثلاثه تاع الطبا هذو كاع الساشية تاع الدواء يوميا مع الطبيب يوميا نخرج معاه حتى الصباح ما نجيش حتى العصر ديجا قعدت معاه 10 ايام في السبيطار 10 ايام راني معاه في السبيطار تحت غنيف